السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ مصطفى، نعم، حضرتك ممكن تسمح لي أتكلم ولا؟ اتكلم بالمعروف، بغير المعروف لا نسمح لك. بالمعروف اختصارا أنا الشيخ. اختصارا، يعني شيء يرضي الله اتكلم به، شيء يسخط الله عليك لا تحملنا إثم سخط الله عليك، ولا أننا نلوث هذه الصفحة. اتفضل. لا لا، ما فيش تلوث. حضرتك أنا دكتور صيدلي وبتاع، ما فيش مشكلة معاك. حضرتك يا شيخ مصطفى، معلش أنا شعري ايه، تمام، وأنت تتهمني الكلام. اسمح لي بقى، اسمح لي في كلامي، بس اسمح لي اسالك سؤالين. يعني انت، انا ادعو واقول اللهم ارزقني لذة النظر الى وجهك. انت تدعو بهذا الدعاء ولا تدعو به اتباعا لرسول الله؟ طبعا بدعو هذا الدعاء. طبعا. اذا انت تثبت، اذا انت تثبت الوجه لله. اثبت الوجه لله. اذا انا ظني، بس ظني، اغلب ظني انك لا تعرف معنى الاشعري. لا اعرف معنى الاشعري. تعرف معنى الاشعري تماما؟ طب بص يا شيخ مصطفى، تعرف انهم، تعرف انهم يقولون، بس يثبتون كل شيء، ينفون المعنى فقط بس صبر بس علي. اليدين. يعني ربنا ربنا تكلم وسمعه موسى أولى. سمعه موسى. سمعه موسى. إذا ربنا يتكلم وكلامه مسموع، صح؟ ربنا، ربنا سمعه موسى ولم يسمعه موسى؟ كلام الله موسى تكليما. يعني إذا ربنا، كلام الله ليس ككلامنا. يعني كلام الله حرف وصوت، كلام الله ليس حرف وصوت. إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ يعني موسى سمعه، كيف سمعه موسى؟ نحن لا، نحن يا شيخ مصطفى لا ندرك. يا أخي أنت شوف، أنت الله شفت، وقعت لا نفسك. بها ونوكلها إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي نحن نؤمن أن الله كلم موسى تكليما، وأن موسى سمعه الله، وأن موسى سمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلنا يؤمن بهذه أنت الآية. إذا قرأت القرآن، إذا قرأت القرآن كله عليك. ربنا لما قال لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، سمعه آدم أم لم يسمعه؟ سمعه. يعني يعني كلام ربنا مسموع، يعني يعني كلام ربنا مسموع. يا ما يا إبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ سمعه إبليس ولا لا؟ سمعه يا إبليس. إذن كلام ربنا مسموع، يتكلم وكلامه يسمع. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة خضعانا لقوله، فيقول أهل كل سماء لمن بعدهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه بعد السماء السابعة، فرض عليه الصلوات، ألم يقل الله للنبي إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 وإنها 50؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، سمعوه ولا ما سمعوه؟ أنت حضرتك مش عايز تديني فرصة أفهمك، هتفهمني ده النصوص، فهمني بنصوص، لا تفهمني بعقلك. قل لي قال الله وأنا على راسي، أنا على راسي كلام ربي، لكن تكلمني بعقلك. أنا لا أعترف بعقلك مهما كنت 100 صيدلي. هل تظن الصيدلة دي تساوي بعرة أمام النص من كتاب الله وسنة رسول الله؟ يا شيخ مصطفى، حضرتك يعني شيخ كبير وبنحترمك. تحترمني على، أشكرك على احترامك، لكن لا أشكرك على أشعريتك، لا أشكرك على أنك تهاجم ربي سبحانه. أنت تهاجم ربي سبحانه وتعالى. لو شتمت أبي والله وبالله وتالله قسما بالله، لو سببت أبي وسببتني ما باليت، والله ما باليت. لكن عند رب العالمين تنفي وجه الله سبحانه، تنفي أن الله يتكلم كلاما مسموعا، تنفي أن الله مستوي على العرش، تنفي أن الله في السماء، والله لا نسمح لك ولا نسمح لآبائنا بذلك أبدا. نصوص الكتاب العزيز، أنت تعبد عدما، أنت تعبد عدما، تعبد ربا لا يتكلم، أنت تعبد ربا لا يتكلم بزعمك وربي يسألك. أنت تظنها لعبة عيال أطفال، كل واحد يتكلم في حق ربه بما يشاء ويترك؟ أنت تظن أن الصيدلة تنفعك أمام الله؟ ما ترضنيش بعقلك، عقلك لا أحترمه، أحترم النص فوق عقلك، أحترم كلام الله فوق عقلي وعقل أبي وعقل جدي، أحترم كلام الله. تجادلونني بالآية بالحديث على رأس رأسي، تجادلونني بالهوى، لا أحب الهوى ولا أتبع الهوى. تحبون الهوى؟ لست من أهل الهوى، وإمتنا ما علمونا الهوى أبدا.
كلام ربي على رأسي، كلام رسول الله على رأسي، كلام بشر وعقليات بشر لا أعترف بعقليات بشر، ترد كتاب الله وترد سنة رسول الله بسهولة جدا. يقول لا كلام مش بسهولة جدا، يقول الله ينفي عن الله الوجه، ينفي عن الله اليد، ينفي عن الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يظن أن صيدليته ستنفعه أو أن طبه سينفعه أو أن الدكتوراه ستنفعه، كلام الله الذي ينفعكم.